بعد ما شفنا قد ايه الفلاح بيعاني من موضوع غش المبيدات، دلوقتي هيكون معانا تاجر مبيدات هنعرف منه ازاي بيتم عمليه غش المبيدات دي. اهلا بيك في قناه مصر الزراعيه. مرحبا. دلوقتي اول بس كده نتعرف بحضرتك. مهندس نجم الدالي، ادرى خيريه، محافظه الاهلاويه. اهلا بيك. اهلا بيك. ليه كده بس حضرتك تعرفني ازاي بيتم عمليه غش المبيدات وازاي الفلاح بيقع زي ضحيه للموضوع ده؟ والله غش المبيدات بيعتمد على في مبيدات غير مسجله تبع وزاره الزراعه، بتاخد رقم تسجيل، بتنزل السوق حامله ماده فعاله، الماده الفعاله دي اقل من موجوده، يعني مثلا ممكن مبيد حامل مثلا ماده فعاله 50%، تيجي تحل المبيد تلاقي مثلا 20%. يعني هو غير فعال بقى ومش مش هيفيد ولا المزارع. لما يغشوا على القافه، القافه بتاخد مناعه من المركب نفسه، حتى لو جه بعد كده رشينا بالسليم القافه ما بيجيش معاها ايه؟ ما بيجيبش معاها مفعول كويس. الموال الغش ده طبعا معروف ان وزاره الزراعه من اوراق بدات عامله جهاز استكشاف، ودات المبيدات كلها نازله بباركود. الباركود ده مثلا احنا بننزل مثلا البرنامج ده على اي تليفون وبنشوف المبيد كان سليم او مش سليم، السليم بنشتغل فيه ومش سليم مش اذا كان مسجل او لا، يعني اذا كان مسجل او مش مسجل لازم يكون مسجل. اي مبيد مسجل في وزاره الزراعه فهو مبيد سليم، اي مبيد غير مسجل فهو مبيد غير سليم. حتى لو تحت التسجيل ما نقدرش نشتغل فيه الا لما يتسجل ويطلع شهاده تسجيل ويطلع شهاده تحليل. بس في اماكن برضو بتعمل تحت بير السلم كده اي حاجه بتحط في العلب في الازايز. حتى لو الفلاح خد منها بياخد مره وما بيجيش الثانيه، يعني بياخد مره من المراكن ديت وبعد كده بيجي على المصدر هنا الاساسي. انت شايف دلوقتي ليه الفلاح بيتجه انه يروح يجيب حاجه لغير اماكن غير شرعيه، لاماكن الناس الجائلين والكلام ده كله، ويسيب المكان الصاحب يسيب المكان الموثوق فيه؟ الفلاح مثلا ده في الحاله الاقتصاديه ممكن الراجل اللي عنده حاجه مخصوصه زي كده ما بي مثلا موجود مثلا تركيبته مثلا عندنا المبيد الاصلي مثلا ب 200 جنيه المخش هيبقى ب 50 جنيه، الفلاح بيجروا على السعر الرخيص يعني الرخيص. بيقول لك ده لا ده مثلا ده مبيد يمكن كده ارتفاع الاسعار المبيدات هي اللي بتخلي الفلاح بيتجه مش ارتفاع للمخصوص. اسعار لا هو دلوقتي المخصوص بالنسبه للمخصوص المخصوص رخيص بالنسبه للسليم، يعني بالنسبه للسليم طبعا اسعارها مرتفعه وكل ما تيجي تتكلم مع الشركات حتى يقول لك في الدولار ومش الدولار في الاسعار رفعت كمان رفعت بنسبه 40% عن السنه اللي فاتت او 30%. فالفلاح طبعا مضطر ان هو يدور على البديل، بس للاسف بيدور على البديل من غير كفء. يعني ده كمان بيضر مش بيضر الزراعه، بيدمر الارض زي ما انت بتقول. يعني المبيد يا استاذ عامل زي المدة الحيوي بالظبط، لو اتاخد في مكان غلط او في وقت غلط بياثر على جهاز النبات كله، بياثر على كفاءه النبات، بياثر على كفاءه النمو والتربه برضو. ما هو بالتالي بياثر على التربه. اي مبيد دلوقتي ياثر معاك على مساحه النبات بياثر على التربه، لان التربه هي الام، هي اللي حامله وهي اللي حامله النبات. اي مبيد غير سام الاثار المتوقعه بتفضل فين؟ مش في النبات، في التربه. فسنه ورا سنه بتلاقي التربه معاك حورت وقفت. طب دلوقتي حضرتك كتاجر، يعني هل شفت قبل كده حد عرض عليك اسمده او مبيدات مغشوشه؟ بتعرض. بس احنا دلوقتي زي ما بقول لحضرتك احنا منزلين برنامج بتاع الباركود ده بنشتغل بيه على طول. طب انت عملت معاه ازاي؟ يعني لما لقيت حد جه لك حاجه كده مبيد مغشوش انت عملت معاه؟ عربيات معاك، اي عربيه بتنزل دلوقتي احنا بنتعامل مع شركات. اي عربيه بتنزل تبع غير الشركه بقول لها صح وراني الترخيص بتاعك او وراني شهاده تحليل او شهاده تسجيل بتاع المركب. معهوش بياخد بعضه ويمشي. يعني عشان هو عارف نفسه. احنا طالما هو مش شغال سليم بيمشي، بيقول طب خلاص ماشي هبقى اجي لك تاني ويمشي. انما احنا دلوقتي اي مبيد او اي مركب بينزل له رقم تسجيل بنتصل بمديريه الزراعه عندنا عند استاذ عبد الناصر، بنكلمه استاذ عبد الناصر في رقم تسجيل كذا كذا كذا، هل سليم ولا مش سليم؟ سليم اشتغل فيه، لا مش سليم ما تشتغلش. انت بترجعوا برضه لوزاره الزراعه؟ مديريه الزراعه، مديريه الزراعه بنها لازم نكلم الجهاز المسؤول هناك استاذ عبد الناصر، نتكلم معاه استاذ عبد الناصر في مركب في رقم تسجيل كذا كذا كذا، الرقم ده صحيح ولا مش صحيح؟ بقول له طب سيبني ثانيه واحده، بتتصل عليا لا مش سليم او سليم. حضرتك شايف ان في رقابه كويسه على موضوع المبيدات ده ولا لا؟ هي الكاميرا من عن السنوات اللي فاتت دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله كويسه جدا جدا جدا، والحكايه بقت زي يعني حمايه اللي عملها ديت عامل حملات تطهير كويسه جدا. بس هي المشكله كلها بس دلوقتي اللي هي في ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار والتسويق الزراعي صفر. طب هل تتفق معايا يعني ان في برضه تجار ما عندهمش ضمير عايزين يبيعوا خلاص عايزين يكسبوا من الهواء فبيبيعوا برضه المبيدات المغشوشه؟ ما فيش تاجر بيكسب من الهواء، التاجر اللي بيكسب من الهواء بيقعد سنه، بيقعد اسبوع، بيقعد شهر وبيقع. ما فيش تاجر بيستمر، المغشوش ملوش يعني ملوش سوق ملوش عمر، اي حاجه مغشوشه ملهاش عمر، بتقع على طول. فهو لو عمل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه منبولي على بطن في النار اولى، مش هينفعوه، مش هينفعوه فلوس. كم كذا مثال قدامنا كان اشتغل في حاجه زي كده ووقع وكانت نهايته وحشه. انما الراجل احنا دلوقتي بقى لنا 16 سنه في المهنه الحمد لله مش شغالين بما يرضي الله وخلاص منتهين. وسائل المزارع دلوقتي بقى انت ليك اسم في السوق او ليك مزارع
مثال دلوقتي هو انك يعني بيجي لك على طول ما بقاش زبون بقى صاحب يعني راجل شايل همك وانت شايل همه وان كان عليه فلوس بيجيبها ان كان معلوش فلوس تديله فالعمليه بقى دلوقتي ماشيه كويسه بس دلوقتي انا عايز اعرف انت كتاجر دلوقتي نظرتك للحاجه دلوقتي انت دلوقتي بتعرف تفرق مثلا ما بين المغشوش والسليم الفلاح البسيط يقدر ازاي يفرق؟ لا اهم حاجه في الفلاح لما يجي ياخد المبيد او ياخد المركب يبص على رقم التسجيل وعلى تاريخ الانتاج اذا كان رقم التسجيل بتاعه او هو مش هيعرفه طبعا رقم التسجيل اذا كان شاكك في حاجه يبص على كيس سليم وكيس مش سليم زي ما الفلاحين بتعمل بتجيب كيس سليم وكيس مش سليم واكيد لو فتح الدفتح ده تعرف فرق بيبقى شاسع مش فرق يعني مش فن ده جهل يعني واضح يعني لا لا واضح للعين يعني حتى السائل بيبقى ده لا ريحه نفاذه ده ملوش ريحه خالص يعني حاجات كده بتتحسن في حاجات تانيه بتتدرب او بتقل تركيزها بس دي طبعا بقى راجع لضمير التاجر نفسه وربنا يعين الفلاح على حاجه زي كده بس هو المقصود ان الفلاح لو طالما عاوز يشتري صح يروح لمحل مرخص موثوق منه تاجر موثوق منه مصدر موثوق منه ومفيش داعي وممكن يترفع فاتوره حياتك فاتوره مبيعات او فاتوره بيع يبقى احسن له. طب دلوقتي تحب تقول ايه لجميع التجار اللي هم ما عندهمش ضمير الناس اللي عايزه تبيع عايزه مكسب وخلاص يعني تحب تقول لهم ايه يعني؟ لا والله هو اي تاجر طبعا يطيع ربنا سبحانه وتعالى في حاجه زي كده هو في الاول وفي الاخر بيزرع او بياكل من الزرع بالظبط بترجع له تاني اي حاجه بترى اي حاجه افعل يا ابن ادم كما تشاء فما سلمت دين هي اي حاجه معروفه ان اي حد بيزرع حاجه بيحصدها هو اولا يعني انت زرعت حاجه غلط هتحصدها انت اولا بتضر نفسه تضر غيره بتضر نفسه تضر غيره فهو دلوقتي هي المشكله كلها ان النبات عباره عن مصنع تخزين او خزان بيخزن اي حاجه ضاره وفي الاول وفي الاخر انت مش عارف يعني مش فاهم ان انت اديت لي رش او اديت لي رش هتاكل من الحاجه اللي انت رشتها صحيح فاتقي الله وربنا يسهل يتمها بالستر ان شاء الله باذن الله الاحد والفلاح يعني يتأنى شويه في حكايه المبيدات ويشتري من قهوه موثوق منها عشان يريح نفسه بعد كده ان شاء الله. شكرا حضرتك. الغش يعني انت بتحاول تصعب على اللي بيغش بتحب ان في النهارده في اجهزه النهارده حديثه بحيث النهارده اللي قائم على المراقبه الاجهزه اللي مجرد مسلطه على المبيد يقدر يقول له المبيد اللي جواها ايه مع التكنولوجي الحديث. في دكتور سؤال مهم جدا يعني ليه احنا ما نعرفش مثلا او ليه الفلاح ما يقدرش يحدد من نفسه ان ده مغشوش او مش مغشوش؟ لا هو طبعا في صعوبه في صعوبه الفلاح يتعرف في بعضها ممكن تعرف لو العبوه رديئه تماما لو مش موجود عليها قلنا الحركه الكوك ريسبونس لو العبوه يعني ممكن لكن ممكن ده من الشكل الخارجي. ايوه طب لما يفتح العبوه هل ممكن يلاقي برضه صعب جدا عشان كده الشكل تقريبا مقارب يعني ممكن يكون مقارب عشان كده حركة الغش بيتدرج من سهل جدا وده سهل اي واحد يكتشفه العمليه صعبه عايزه واحد متخصص عشان كده بنقول ايه بنقول احنا ضلنا ان احنا نحارب الغش والتهريب هو ان انا اتكلم في التوعيه عشان كده النهارده بنتكلم مع المزارعين وبنعمل دورات ارشاديه وعقليه نقول له ما تشتريش المبيد من اي مكان اشتري المبيد من تاجر موثوق منه. معلش يا دكتور هنا هقطعك يعني فضل. هنا مين بيقوم بعمليه التوعيه لما دلوقتي في غياب بشكل واضح للمرشد الزراعي مين بيعمل التوعيه للفلاح هل الفلاح ده بيستجيب فعلا للتوعيه دي ولا لا؟ والله احنا دلوقتي احنا اللجنه المبيدات احنا متبنيين موضوع التدريب ورفع الوعي المعنوي الوعي العلمي والفكري للمهندسين الزراعيين كوسيط لنقل المعلومه للمزارع طبعا. لان النهارده عندي مشكله ان انا لازم ادرب المهندس الزراعي ووعيه واخليه عنده قدرات كبيره بحيث ان هو يصبح قبله يصبح الواجهه طبعا واجهه الوزاره على الارض الواقع ويصبح الانسان اللي انا اروح له ان النهارده لو سالت المزارع ما بتروحش المهندس الزراعي يقول لك ما عندوش حاجه يدالي فاحنا النهارده بنعمل دورات تدريبيه. احنا في فعلا في قله ثقه ما بين الفلاح والمرشد الزراعي كبيره جدا يعني الفلاح ممكن يقول لك انا ادرى من المرشد الزراعي. وارد ليه؟ لانك انت النهارده المرشد الزراعي لازم باستمرار تعلمه باستمرار تديله ادواته ادوات المهندس الزراعي او المرشد الزراعي هو العلمه عشان كده احنا متبنين حملات تدريب ضخمه جدا احنا خلال الشهر اللي فات مضربين 800 مهندس زراعي على المكافحه متكامله لمحصول القمح والاستخدام السليم للمبيدات والغش والتهريب في كل محافظات مصر. ادربنا 120 مهندس زراعي على البطاطس يعني ببتدي ندخل على المحصول وابتدي اعمل برامج تدريبيه للمهندسين الزراعيين على المحاصيل بكلمه عن المكافحه الصح بكلمه على الزراعه الصح بكلمه على الاستخدام السليم للمبيدات. انا بحاول كل ده ان انا ارفع مستوى المهندس الزراعي سواء مرشد سواء مهندس مكافحه او مرشد او سواء البستاني طبعا عشان ده يتابع ويفهم الفلاح طبعا بحيث ان هو لما يكون عنده معلومات الفلاح يروح له يعني ودي هيبقى جاذب لكن النهارده الفلاح يقول لك والله انا بروح للتاجر لان هو ادرى
يعني يوم ما يبقى عنده في مهندس التاجر ده بيتعاون بيعمل اي حاجه عشان يكسب طبعا يعني، لكن بيكون عنده مهندس زراعي كف هيروح له. وبعدين النهارده برضه خد بالك احنا بنضرب التجار، يعني من ضمن شروط اصدار ترخيص المحلات لازم التاجر ده يحصل على دوره تدريبيه، والدوره التدريبيه دي بياخد بيها شهاده، الشهاده اللي بياخدها معتمده من لجنه المبيدات دي بتبقى احد مسوغات انه يحصل على الترخيص. طب هل في قابليه من الفلاح برضه من التجار عشان طبعا للتوعيه وللفهم الموضوع ده؟ طبعا فيه، لكن عايز اقول انت بتغير سلوك مجتمع، مش هيحصل زي ما احنا نامل انه في يوم وليله هيتغير الوضع، احنا تدريجيا. وعايز اقول لحضرتك احنا المؤشرات اللي جت لنا في الفتره الاخيره خصوصا الكام شهر الاخير دول في تحسن، النهارده بتحسن 1% و2% بعتبر نفسي ان انا تقدمت. طبعا احنا بندعو الكل عشان كده بنتكلم مع حضرتك، عشان كده بندعو الاعلام، بندعو المتعلمين، بندعو المتخصصين ان ينشر العلم وينشر التوعيه وينشر النصيحه. طب دكتور كده في ناس ممكن تقول ان في مبيدات بتيجي مستورده غير صالحه للاستخدام او جودتها قليله جدا، هل في فعلا احنا ممكن نستورد حاجه زي كده؟ لا مستحيل. احنا بنتكلم عن غش والتهريب، وانا دي ظاهره موجوده واعترفنا بيها. بالنسبه للمركبات اللي بتدخل عبر الطرق الرسميه عبر الجمارك او عبر المصانع المحليه المرخصه دي مستحيل. ليه؟ لان نظام التسجيل المبيدات في مصر نظام حاكم ونظام قوي جدا. يعني تخيل حضرتك اي شركه عايزه تسجل تي موبيد لمصر، انا شركه عايزه موبيد لمصر، ما اقدرش اجيب كيلو منه غير لما اخد موافقه لجنه المبيدات، وما اقدرش ان انا ادخله غير لما يتم تسجيله، وعشان يتسجل لازم يتجرب لمده سنتين في الغيط علشان اتاكد انه مطابق المواصفات، ولازم احلله واعرف الشوائب اللي فيه قد ايه واعرف البصمه بتاعته. وبعد كده بعد ما اديله شهاده تسجيل مش معنى كده الموضوع خلص، لا، اي كميه بعد كده بيجيبها لابد ان ياخد موافقه مسبقه مني. يعني في متابعه ومراقبه لاكثر من مرحله. ولو يوم ما توصل الجمرك ما يقدرش يطلعها بره الجمرك او بره المينا غير لما اخد عينه احللها وتثبت انه مطابق مواصفات اتبع الدخول. طب الموضوع بقى اللي بيدخلوا بطرق غير شرعيه ده ممكن ازاي نسيطر على الموضوع ده؟ ما انا بقول لحضرتك الطرق الشرعيه في التهريب دي طبعا النهارده بتعاون مع الجمارك، بتعاون مع شروط المسطحات، شروط التموين، محاربه دي افه، يعني افه مجتمع، التهريب ده افه مجتمع، وزي ما قلت لحضرتك موجوده بتحارب ان انت بتوعي، بتعمل الكوادر مدربه، بتوعي اللي هم المستخلصين الجمارك او العميل في الجمارك بحيث ان يبقى في مرور. ودلوقتي في اجهزه حديثه كمان يعني بنحاول نجيبها، يعني دلوقتي بنحاول نجيب اجهزه حديثه بس نتعرف على اي وسائل تهريب او اي محاولات تهريب. طب حضرتك شايف ان وزاره الزراعه لازم يعني تكون عندها مجهود اكبر من كده يعني للقبض يعني وللسيطره على الموضوع غش المبيدات ده؟ هو طبعا لازم يكون في، احنا لازم نقول ايه؟ دايما عايزين مزيد. نتكلم عن قضيه بتخص المجتمع، احنا عايزين مزيد. يعني اقول لحضرتك ان لجنه المبيدات طول عمرها اللي معموله من سنه 85 ما كانتش ليها دور في عمليه التدريب والتوعيه والارشاد، كانت بتقول لك يا بسجل وخلاص. النهارده بقالنا احنا 4 سنين لجنه المبيدات تحول دورها بدرجه كبيره جدا الى انها اصبحت لها دور قوي جدا في عمليه التدريب وتوعيه والارشاد، فاحنا لازم نتعاون كلنا، يعني حتى بخرج من الصندوق زي ما بيقولوا وبدخل فيه ان انا بحاول احل مشاكل المجتمع. هل شايف لازم يكون في مثلا قانون رادع زراعي للموضوع غش المبيدات ده؟ طبعا. بس احنا للاسف احنا النهارده بنتعامل في ظل القانون 53 سنه 66، يعني بقاله 50 سنه. بنحاول طبعا احنا ما دام ندير طبعا عقوبات ضعيفه للزمن طبعا، فاحنا النهارده المحاضر بتاعتنا اللي بيعملوها المفتين الرقابه بنقول لهم فيها يكتب في ومكتوبه اوريدي، مكتوبه في كل محضر ان يتم تطبيق قانون البيئه رقم 4 سنة 93، يتم تطبيق قانون المواد بتاعت قانون، يعني حاول نجد مثلا قوانين تساعدنا وبحيث ان احنا بنرشد او بنتكلم غير زراعية، مش قانون زراعي ولكنها خاصة بالغش والتدليس، خاصة بالتخزين والتعامل مع مواد الخطرة. بنحاول لغاية ما ان شاء الله هيعرض على مجلس النواب القادم ان شاء الله قانون الزراعة، وان شاء الله نامل يكون فيه عقوبات رادعة. طب دلوقتي ممكن الفلاح يقول لك طب ليه ما يتباعش المبيدات ديت في الجامعات الزراعية؟ هو النهارده اصبح للاسف احنا الكلام ده كان بيحصل من 30 سنه لما كان الوزاره هي المعنيه باحضار او بشراء جميع المبيدات، لو كان عليها دور احتكاري، كان دور احتكاري طبعا. اصبح النهارده حريه سوق مع متغيرات المجتمع، اصبح حريه سوق. عندنا النهارده عندنا ما لا يقل عن 4000 محل طبعا، وطبعاً دول كيانات قائمه. طبعا انا يهمني ان انا ارفع مستوى المحلات دي، عشان كده احنا المراقبه باستمرار بتعتمد على الارشاد. يعني انا بنقول لمفتش الرقابه انت بتدخل محل يكون وسيط اعلامي ارشد وعي، بقول لحضرتك ان اي تاجر لازم ياخد دوره تدريبيه
علشان يصدر شركه. اصل يمكن يا دكتور لان لما تكون الحكايه دي تحت عين وزاره الزراعه يكون في زي رقابه اكتر يعني، او يعني يكون في مكان امان شويه الواحد الفلاح يشتري منه المبيدات دي. والله مرستك هو خد بالك انت النهارده انا برضه اتكلم عن المحلات اللي بتبيع الاكل حتى او المواد التموينيه، هو الغرض ان انا ارفع مستوى الاماكن دي واحس الفلاح احس المزارع وكمان خفض اسعار في نفس الوقت. تمام ليك حق، عشان دلوقتي الفلاح لما بيلاقي سعر المبيد يعني غالي جدا فبيضطر يروح للارخص اللي هو المغشوش. المغشوش وارد، لكن انا بقول لحضرتك بقول احنا دايما نصحنا نصحنا انك انت المزارع انك انت الجا المهندس الزراعي المختص الجا لجنه المبيدات عندها النهارده موقع بسهوله الدخول اليه، اتصال بالوزاره سهل عشان تعرف المعلومه السليمه، وبعدين اشتري من مصدر موثوق منه، احصل على فاتوره بحيث يوم ما يحصل لك مشكله يبقى انا اقدر ارجع. كل دي حملات احنا بنعملها، حملات بنقوم بها لجنه المبيدات مع الوسائل الاعلاميه المختلفه، بنعمل حمله على البطاله الاستدلاليه ازاي تبقى البطاقه سليمه، بنعمل حمله على دفتر التوفير دفتر سوري دفتر فواتير، بنعمل حمله على فهم الناس نوع الناس نوع الناس على ان ضروري وجود دفتر تتبع حركه في كل محل. احنا كل ده بنحاول نرفع المستوى. بقول لحضرتك احنا بنوزع كتاب التوصيات وهو كتاب يعني مرجعي بنوزعه مجانا على المحلات. طيب انا عايزك بقى حضرتك يعني كده في اخر لقائنا تقول كلمه للي بيغشوا المبيدات، تحب تقول لهم ايه؟ ولا بنغش المجتمع، انت النهارده بتضر نفسك وبتضر بيئتك ويعني وانت انسان يعني، والجود ده هيرجع لك هيرجع على صحتك واولادك. وبعدين الرزق الحلال هو ده الحلال هو ده اللي بيرفدي مع اولادك. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا. احب في نهايه حلقتنا النهارده اوجه كلمه للفلاح، احب اقول له بلاش نشتري من تحت بير السلم، بلاش نشتري مبيدات من اماكن غير معلومه، نجيب من اماكن صحيحه، نجيب من اماكن موثوق منها عشان تبقى زراعتنا صحيحه. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من الشارع المصري.